مرحبا بك أسماء. أهلا بك. أهلا إيمان. أهلا أستاذ. جبتي لنا اليوم ربما اخبار سعيده ومبهجه تقريبا مقارنه مع المضامين ديال الايام اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا هضرنا على الوظائف اللي غادي تنقرض والوظائف اللي مطلوبه، واليوم غادي نهضروا على سوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل. اولا كل التقارير كتاكد ان متطلبات سوق الشغل والتوجه العام للشركات مستقبلا غادي يركز على بشكل اكبر على الموهبه والابتكار والابداع. الكثير من الشركات اليوم العالمية ما بقاتش كتشترط الشهادة الجامعية في العمل، بحال مثلا شركة اي بي ام العالمية اليوم كتشترط، يعني كانت علنات قبل أسابيع أن 50% من وظائفها متاحة لأي شخص يتوفر على المهارة. يعني تغيرت قواعد التوظيف بما يتناسب مع العصر وكل شيء أصبح ممكن اليوم. أما في الصين صاحبة أكبر الاقتصادات العالمية كاين وظائف ممتازة وبمدخول جيد وما كتطلبش شهادة ولا خبرة ولا أي شيء من هذه الأمور اللي ذكرنا. فإذا كان مثلا عندك بشرة بيضاء وعيون ملونة كتكون حدودك أكبر باش يكون عندك راتب محترم جدا. وهذه الوظيفة كتسمى وظيفة الوجه، والموظف مطلوب منه فقط أنه يمثل شركته في هذه الحالة في معارض ومؤتمرات وجلسات عمل مثلا خاصة. هذا النوع من الوظائف دائما الإشارة إيمان وأستاذ ما عندوش علاقة بالعنصرية، هو فقط يعني اعتقاد متجدر عند الصينيين، خاصة وأن الملامح ديالهم اللي دائما متشابهة كتخليهم يفضلوا ينوعوا يعني التعامل مع أشكال وجوه جديدة. وحتى عندهم مثل شائع كيقول ان وجه الانسان اكثر اهميه من الحياه. لا ولكن يعني انت غادي ترسل مثلا شخص اللي البشره ديالو بيضاء والعيون ديالو ملونه، ومني غادي يمشي يحضر يعني الا ما كانش عنده دماغ يفكر به ورصيد وباك جراوند ودراسه وتكوين، اش غيمشي يدير في هذا مبدئيا كيبدا يمكن الوجه كيساعد عاوتاني على التقديم وعلى كيعطي شويه ديال الثقه بالنفس. وعموما حتى احنا عامه في الثقافات ديالنا جميع الثقافات كتخليك يعني الوسامه والمظهر ديال الانسان وهذا كيخلي كيعطي مجال للحكم انه يردو مليونير يعني. تبقى معك هذا الموجود في الثقافه الصينيه. يعني المفاجاه اصلا جاتني للاسف ما عندناش حنايا لا تفاجات، لان الصين انا بالنسبه لي يعني ما غاديش يكون فيها هذا المشكل مطروح، لانهم تجاوزوا يعني انا اعتقد بانهم تجاوزوا مساله ديال الشكل وفائده به مازال موجود مازال قائم. حتى ان الدراسات هنا بعض الدراسات مازال كتربط ما بين الشكل وحتى مهنه الانسان. ربما يوافقني ضيفك بعض المرات كنقولوا هاد السيد هذا كيشبه الطبيب وهذا الشكل ديالو كيشبه الام دافير او لا شي حاجه، دونك كيخلي ان الشكل كنصنفوا الناس حسب اشكالهم حسب مظاهرهم. تماما. الاستثناء الوحيد هو انه اللصوص، هو الا كان كل ما كانت اكثر عندهم جاذبيه ممكن تزيد احتماليه انهم يكونوا محتالين اكثر. انهم يتفوقوا في المجال ديالهم. المجال ديالهم. فوالا كان هذا بالنسبه للوظيفه اليوم اللي ما عجبتكش ايمان. لا لا غير قنعتكش اسئله وصافي، غير طرحت اسئله وبارطاجيت معكم دي ريفليكس. نمشيو للشخصيه في البال. شخصية في البال اليوم هي ممثلة من الجيل الذهبي للمسرح والتلفزيون المغربي. كانت من الممثلات القليلات اللي وقفوا أمام الكاميرا في زمن صعب، تميزت بأعمال وأدوار وشخصيات عديدة وكان عندها مشاركات لا تنسى في ذاكرة المغاربة. كانت حريصة على تقديم كل ما يحترم رأي المشاهد وعقله، وكانت خاصة تجمع ما بين الأناقة والرقي والثقافة والعفة. هي الراحلة أمينة رشيد، شخصية اللي كتبقى دائما في البال. الحمد لله الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. الحمد لله الانسان يرضى بما قسمه الله. البكائيات بزاف عاد ما عندنا لا ما بقاو حنا نداو نبكيو، حنا بكينا على عباد الله اش غايديروا لنا؟ معتيني الفنان خصو يبقى في المستوى ديالو. العفه شي شويه. العفه وعفه الروح والنفس، معتي راه هي كتزاد قيمه للفنان. على الفنان من ما كيبدا يطيح براسو انا دار ولا يبكي ولاش؟ كيخرجوا في فيديوهات لاش بالعكس، خليك انت عندك واحد القيمه كفنان، ابقى فنان والفنان خصو يبقى دائما كبير.
الله يرحمها. الله يرحمها. الفنان دائما يبقى كبير وهي دائما تبقى شخصيه زعما انا كان اثرت فينا كامل انني التقيتها يعني واحد المده معينه يعني تعاشرت معها وعرفت يعني جوانب انسانيه وخيره ومحبه للخير وفي نفس الوقت عندها واحد الروح ديال الفكاهه الله يرحمها الله يرحمها في هذا النهار. شكرا لك أسماء. شكرا لك إيمان. شكرا على اختياراتكم. نتلاقاو غدا بحول الله. شكرا.